إذا نعود من جديد باش نواصل معكم الحديث حول اللقاء اللي كان بين بن موسى واللجنة التي قام بتشكيلها وترأسها دائما سي بن موسى اللي تيفلي معاهم الناموس. إذا تم الإطارة ديال المشكلة ديال التجميد والتكميد. كمد عظيماتو اللي بغى الكمد عظيماتو خصو يمشي للحمام. الحمام ويدخل للسخون، السخون أولاد عمي السخون. إذا التجميد كما قلنا لكم، قال لكم السي بن شعبون نهار اللي قالوا ليه واحد المرسوم من المرسوم 2019، إيش قال لهم؟ ما عنديش شي ثلاجة ولا كونجيلاتور ندير فيها نجمد فيها شي حاجة. عندكم سي هذا شي شوفوا مع قابقاني الحاج العثماني، يدير لكم شي تخربيشة ويجي عندي، ما عندي حتى شي مشكل. خصوصا فيما يتعلق بالإدماج ديال الأطر الأكاديميات وإحداث المناصب المالية. اللي كان قال لهم بن شعبون أنا ذاك ما عندي أنا حتى شي مشكل، هذه المشكلة خاص غير يتخذ فيها القرار رئيس الحكومة. إذا الأشياء المهمة اللي تبان لي أهم وهو توفير مناصب مالية جهوية، لأن كاين غير الجهوية ولا التمركز الإداري بالنسبة لأطر الأكاديميات الجهويين الموظفين الجهويين العموميين حسب المسمى الجديد وتنزيل التمركز الإداري. إذا من غادي نشوفوا التجميد، غادي نرجع وغادي نذكركم أن في لهم وطروة باقيين عاقلين، لهم وطروة من كانوا بغاو يديروا الدعم يفتحوا الدعم ديالاش ديال هذاك الشيء ديال الصحافة الورقية والإلكترونية إلى آخره، وكان خرج المرسوم ديال رئيس الحكومة العثماني. إمتى قابقاني الحاج العثماني خرجوا لهم وطروة والمرسوم خرج لهم وكاثر والدعم بدات يتفرق والفلوس بدات هادشي راه في كوفيد ديال المؤسس. الان قبل منه كان صدر واحد المرسوم ديال تجميد الترقيات، كل حاجه باقا ما دازت في السيودي ومشات، يعني هذيك راه سلكات وبقات تجميد الترقيات كما تعلمون ابتداء من 2020 وتم تجميدها بمنشور ديال رئيس الحكومة قابقاني الحاج العثماني. الآن كانوا باغيين يجمدوا هذيك الاقتطاعات، وخرج سي خنوش اللي جاب لي مخنش ديال الببوش، اش قال لهم؟ قال لهم اودي هاد الاقتطاعات راه مشات ودازت وما عندنا ما نديرو، من الخميس راه يخرجوا يتخلصوا والاقتطاعات راه كاينه. وهذا الشيء كنا اشرنا اليه قبل، قلنا لكم راه كاين الترقيات الاقتطاعات مساله وقت، يعني تم الحسم فيها، غتكون اقتطاعات يكونوا اضرابات ولا ما يكونوش كاينه الاقتطاعات، وذلك ما تم 120 مليون ديال الدرهم 12 مليار دور 120. اذا هذا التجميد اللي تيقول لك التجميد ديال النظام الاساسي، هذا التسويق ديال هذا الخبر والنشر ديالو كالنار في الهشيم فهو ليس بصحيح، لان لا تم تجميد النظام الاساسي سيتم تجميد كل شيء متعلق بالنظام الاساسي، منها هاد الامتحانات، اللي كاينين، هاد المباراة اللي كاينه ديال الاطر الاكاديميات، منها مدارس الريادة اللي هما باغيين يتخلصوا هاد الايامات، منها الاساتذة داك المتصرفين اللي ديال الاسناد والمسلك الى اخر، كل المستحقات اللي كاينه والترقيات المترتبة عنه خاصها تجمد. وتتعرفوا بان مدارس الريادة راه كانوا خبروا بان شهر 12 غادي يتخلصوا، يعني قبل ما تمشي الميزانية ديال 2023. إذا كل حاجة معلقة بها سيتم تجميدها، وهذا ليس بصحيح وما يمكنش يكون. إذا ماذا سيقومون؟
الماء في الامر ان سيكون هناك واحد اغي بارسييل اغي بارسييل سسبونسيون بارسييل بلوكاج بارسييل ديال بعض المواد اللي هما اتفقوا عليها اللي اتفقوا عليها. ولكن كيفاش غادي يكون؟ غيكون هناك منشور في انتظار صدور المرسوم اللي غادي يتفقوا عليه، غتكون فقط بمنشور ديال رئيس الحكومه يجمد او يكمد بعض الاشياء اللي هي يعني جزئيه جزء من الكل، يعني استثناء شي حاجه استثنائيه يقدر يدير لها منشور ويتم التجميد ديالها بمنشور فقط. اذا احنا الان ما مساليينش غادي قاصدين خدامين من بعد من تتاح يعني الظروف ان شاء الله غادي نكونوا باش نتوسعوا اكثر في هذا الموضوع باش بنادم عم زقلف. اذا الزقلفه كاينه باش تقول لي بان راه غادي يكون هناك حوار ما كاينش، لان الاغلبيه تيقول لك الحوار المكمدين ما عارفين حتى شي نمي، حنا ما دكاتره ما يديك ما يخليك، ولكن نو سون دي زوم دو تيران فارين ناموسا، ومن الهم ديالها ان قرروا الخبراء ديال الخبراء الى جاو عندنا نقرروهم. اذا غتكون هناك فقط منشور لتجميد استثنائيا بعض المسائل اللي اتفقوا عليها، بحال مثل بعض العقوبات بعض المسائل اللي هي استثنائيه وما غيكونش تجميد النظام الاساسي. انا تيقول لك تجميد النظام الاساسي ما فاهم حتى شي وزه، وخصو مرسوم خصو الى اخره وخص كل شيء يتجمد. اذا الان غادي يكون هناك غير منشور بمنشور ديال رئيس الحكومه عنده الحق في الاستثناء وباش يوقف يعني جزئيا يعني حتى يتم نشر المرسوم الجديد اللي غيكون فيه اما التتميم والتغيير والتعديل بالاضافه او النقصان، او غيقدر يكون عندهم شي نظام الاول اللي كان عندهم ينشروه، ولكن خاصو بالمرسوم. اذا غيكون هناك منشور في انتظار صدور المرسوم ودور 120.